اهلا بكم متابعين قناتي قناه مصر الان على طريقه رقاصه البرازيليه مريهام حسين ترقص في صالون التجميل. الفنانه مريهام حسين تم نشر من خلال مصفف الشعر هيثم ذهب فيديو له معها، وهذا من داخل صالون التجميل الخاص به، وظهروا فيها وهما يرقصان سويا على الطريقه الخليجيه، وهي من الفيديوهات التي انتشرت كثيرا في الساعات الماضيه وحصلت على عدد كبير من الاعجابات والتعليقات. الفيديو جاء وهو يحمل روح المرح والضحك، حيث أن مريهان حسين وهي تخضع إلى صبغة خاصة بالشعر، وبعدها تم تصفيف الشعر من خلال ذهب، وهو فاجأها بدخوله بجلبية وهو يرقص على أنغام أغنية تعالى أشبعك حب، وتعتبر من الأشياء التي انتشرت كثيرا في الساعات القليلة الماضية. من الجدير بالذكر أيضا أن آخر أعمال الفنانة مريهان حسين كان مسلسل ختم النمر، وهو من بطولة نسرين طافش وأحمد صلاح وإسلام جمال وتامل شرتوت وعفاف شعيب، وهو من المسلسلات المميزة التي شهدت مشاهدة كبيرة من بين غيرها من المسلسلات الأخرى. وهذا الفيديو لمريهان حسين جاء في نفس الوقت الذي انتشر فيه على السوشيال ميديا فيديو للراقصة البرازيلية وهي ترقص في صالون التجميل الخاص بها، وهذا الفيديو انتشر على نطاق واسع بين رواد السوشيال ميديا، حيث حقق ملايين المشاهدات في ساعات قليلة من عرضه، ليبدو في البحث عن صاحبة المقطع الشهير ما نتج عنه زيادة عدد المتابعين للراقصة لورديانا بشكل لافت ومبالغ فيه عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ليصل في ساعات قليلة إلى ما يقرب من 500,000 متابع، على الرغم من نشرها العديد من الرقصات في الحفلات المختلفة قبل هذا الفيديو، إلا أنهم لم ينالوا نفس الضجة التي حازت عليها. كانت تمتلك لورديانا قبل نشر مقطع الفيديو الذي ترقص فيه على مهرجان إخواتي 200,000 متابع، ولكن بعد انتشار الفيديو وتداوله على نطاق واسع وصل عدد متابعيها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام إلى ما يقرب من 500,000 متابع. هذه الراقصة جاءت إلى مصر ضمن فريق استعراضي برازيلي منذ 4 أعوام، وكان من المقرر أن تقضي في مصر 6 أشهر فقط، ولكنها قررت الاستقرار هنا. وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك منا كل الأخبار.